السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات الورشاجي. هنتكلم النهاردة عن موبايل، وأنا قاعد كده بألف في أخبار الموبايلات من يومين لقيت لك هوبا نوكيا أعلنت عن موبايلها الجديد 5.3 وموبايل مواصفات كذا 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 اللي احنا نعرفها مع بعض. تمام، خلاص هنشوف الموبايل ده. قلب ودخلت على الفيس قلت لك ايه اجمد موبايل في الفئة المتوسطة، هو احسن موبايل واحسن خيار ليك في الفئة الاقتصادية تحت ال 3000 جنيه. طب هو في ايه يا جدعان؟ طب ما نشوف الموبايل دوت مع بعض، وهل هو فعلا يستحق لقب ملك الفئة الاقتصادية تحت ال 3000 جنيه ولا لا؟ دوت هنعرفه في فيديو النهاردة. ولكن قبل ما نبدأ يا استاذ عامل باللايك وسبسكرايب، خليك سالك، انت لو سالك تلاقي من نفسك كده رحت ايه نازل عامل السبسكرايب، ولو انت مشترك في القناة تروح عامل اللايك. خلاص خلي القناة تكبر كده، خلي ربنا يكرمنا. وصلي بينا حبيبك النبي، يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنطرق ليها وهي التصميم. من ناحيه التصميم فالموبايل بالكامل جميل، بولي كاربونيت، بالاضافه ان هو الظهر بتاعه هتلاقي فيه الكاميرات 4 كاميرات مرصوصين في الدايره اللي في نص الجهاز من فوق، بالاضافه هتلاقي عندك البصمه في الظهر. ما عنديش تعليق على البولي كاربونيت، يعني موبايل خاماته كويسه، البولي كاربونيت بيستحمل معاك عن الازاز نوعا ما، وبعدين ده فئه اقتصاديه. ونشوف التسعير بتاعه اللي هو ارخص من تسعير كل سنه، فدي نقطه هتفرق معانا قدام. بالاضافه انك حط في حسبانك كده خامات نوكيا، يعني خامات نوكيا غير اي خامات موبايل هتشوفه تاني بالمعنى الحرفي. نوكيا الخامات التصنيع بتاعها والتقفيل بتاعها في حتة تانية، حتة تانية. تاني حاجة هنتطرق ليها وهي الشاشة. من ناحية الشاشة هو جايب شاشة كويسة وكبيرة 6.55 انش IPS LCD بدقة حاجة محزنة بقى، مش بدقة اتش دي بلس، مش بدقة فول اتش دي. طب هات لي فول اتش دي طيب، يعني فاهم، فرحني كده، طيب نافس يا عم في الشاشة. طبعا جايب الوتر دروب نوتش على طابعة حماية كورنر جوريلا 3، بالاضافة ان هي تستحوذ على 80% من واجهة الجهاز، ولكن لا تزال انها تديك اداء كويس. بس كل تعليق وكل النقطة السلبية في موضوع الشاشة ان الشاشة اتش دي بلس مش فول اتش دي. تالت حاجة هنطرق ليها وهي الأداء والمعالج بتاع الموبايل. المعالج بتاع الموبايل فهو جايب كوالكوم سناب دراجون 865، ودوت نفس المعالج اللي في الريدمي 5، نفس المعالج اللي في النوت شاومي نوت 8. طبعا هيديك أداء كويس في الألعاب، أداء كويس جدا بالمعنى الحرفي، يعني هيشغل معاك الألعاب على دقة اتش دي، هيقوم معاك بالمهام اليومية عادي من غير ما يهنج من غير ما يقطع، فهيكون سلس معاك جدا في الاستخدام مع معالج رزومات ادرينو 610. النقطة التانية اللي هو هيتفوق فيها الموبايل في الفئة السعرية دي وهي الواجهة بتاعت الجهاز، فهو جايب اندرويد 1 خام خالص، معاك تحديث جوجل لغاية سنتين قدام وتحديث اندرويد لغاية سنتين قدام، فده ميزة من ضمن الميزات نوكيا ان هي بتستخدم اندرويد 1. طبعا هو الاندرويد اللي فيه اندرويد 10 اللي هو الاستار بتاع الاندرويد، لكن قصدي على واجهة خام. بالنسبة لاصدارات الموبايل فالاصدارات بتاعت الموبايل هي جاي منه اصدار واحد بس ال 464. في منافسين في الرينج دوت عندهم اصدارات اعلى من كده، بالاضافه ان الموبايل يقدر انه يتحط له كارت ميموري او ذاكره خارجيه مع شريحتين. الموبايل جايب 4 كاميرات خلفيه، الكاميرا الاولى بدقه 13 ميجا بكسل وهي الاساسيه، الكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل هي الالترا وايد او اللي هي العريضه، الكاميرا الثالثه بدقه 2 ميجا بكسل بتاعت العزل او البورتري، الكاميرا الرابعه 2 ميجا بكسل اللي هي بتاعت الماكرو. الكاميرا هتديك اداء متوسط، يعني في منافسين هتلاقيهم بيدوا اداء في الكاميرا احسن من كده، ولكن اداء الكاميرا اللي هو العادي لمعظم الموبايلات في الفئة الاقتصادية. بالنسبة لتصوير الفيديوهات فهو بيصور فيديوهات 1080 و720 على 30 فريم، فتخيل موبايل بيصور فول اتش دي بس هيعرضه لك اتش دي بلس. جايب كاميرا امامية بدقة 8 ميجا بكسل، كاميرا امامية ادائها ما لازم يكون في اضاءة عالية عشان تديك صور مقبولة نوعا ما. لو جينا لأنظمة الحماية فهو جايب البصمة بتاعته في الظهر، والبصمة بتاعته سريعة ما فيهاش أي مشاكل. بالنسبة للبطارية فهو جايب بطارية 4000 ملي أمبير هتقضي معاك اليوم. بطاريات نوكيا معروف إن هي هتقضي معاك اليوم وزيادة، والبطارية بتاعتها بتاخد وقت معاك وبتحرق وقت معاك براحتك، يعني ما بتخلصش بسرعة زي معظم المنافسين اللي في نفس الفئة. طبعا جايب بشاحن بطيء 10 واط، لكن أنت بتتكلم في فيه فئة اقتصادية. لو جينا لسعر الموبايل فهو النسخة الوحيدة اللي نازلة من 464 بسعر 2750 جنيه مصري. انا شايف ان السعر ده كويس، التسعير بتاعه كويس جدا، يعني تخيل نوكيا اللي كان بتنزل الموبايل دوت في التلاتة وكسر دلوقتي بتنزل 2750. انا شايف تسعير الموبايل دوت تسعير ممتاز جدا، 2750 طبعا كان بيجي التسعير بتاع نوكيا في الرينج دوت كسر التلاتة، فهنا لا حطوا لك 2750، سعر تنافسي، سعر كويس جدا. عندك كاميرات ادائها متوسط، عندك اداء ممتاز واحسن موبايل في الاداء في الفئة الاقتصادية. طبعا اندرويد 1 يعني
انسى ان الموبايل يهنج معاك، الموبايل هيتعيش معاه تجربة استخدام رهيبة. انا عن نفسي لو هجيب الموبايل دوت كموبايل ثانوي، الموبايل دوت هجيبه كموبايل يهرك معايا، يدي معايا اداء، بالاضافة ان هو لو موبايل اول او موبايل اساسي فاللي هجيبه مش هيكون لازم، ما يكونش معتمد اعتماد كلي وجزئي على نقطة انه عاوز كاميرات وعاوز شاشة وكده. فده حاجة من ضمن الحاجات. عيوب الموبايل زي ما قلت لكم ان الشاشة بتاعته اتش دي، الشحن بتاعه بطيء، البطارية بتاعته 4000، في اكبر من كده في الفئة الاقتصادية، في موبايلات الفئة الاقتصادية يعني. فدي بعض العيوب. المميزات الخامات بتاعتها كويسة جدا، عندك الكاميرات زي ما قلت اداء متوسط، الاداء بتاعه كويس، بياخد تحديثات من اندرويد او من جوجل لغاية سنتين قدام، تحديثات حماية وتحديثات الاندرويد نفسه. فكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجب الفيديو حسيت حد تاني ممكن يستفيد، مش هتنسى تعمل بلايك وسبسكرايب، سيب لنا رأيك تحت في الكومنت، وخليك سالك واعمل لايك وسبسكرايب، فاهمني؟ عاوزين نكبر كده عشان بحضر الفيديو كويس جدا ان شاء الله يعجبكم الفيديو الجاي. وكان معكم احمد عبد العزيز الورشجي، سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.